تعد مدرسة الشهير الزبير للتعليم الأساسي بمدينة سيئون من أقدم المدارس الحكومية، حيث تم تأسيسها في عام 1949. درس فيها العديد من الطلاب الذين أصبحوا اليوم من الكوادر العلمية والعملية الذين يمسكون بزمام الأمور في المرافق الحيوية. أسست مدرسة الزبيري عام 1949، منذ ذلك الحين إلى 1997 تم ترميم هذه المدرسة. تقع مدرسة الشهيد الزبيري في وسط مدينة سيئون، فهي واجهة أساسية لمدارس المدينة، إلا أنها في المرحلة الحالية تعاني من الإهمال في عدد من الجوانب الأساسية كالمبنى المدرسي الذي لم يتم ترميمه لفترة طويلة، أدى إلى تصدع جدرانه وتهشم بعض الأثاث، وخاصة مكتب المدرسين التي لم تعد صالحة للاستعمال. ومنذ 97 يوم من هذا لم يحصل لها ترميم، ما أدى إلى خراب بعض الأماكن مثل الصالات أو مثل الممرات الموجودة ومكاتب المعلمين، الأمياز، الكراسي، حتى أصبحت لم تكن مناسبة لأداء المعلم. عانت مدرسة الزبيري من ازدحام الصفوف بالطلاب رغم صغرها وعدم وجود التهوية اللازمة، مما أدى إلى ضعف أداء الرسالة التعليمية. طبعا مسألة الشهيد الزبيري تعاني كثيرا من ضيق الصفوف، مما يؤدي إلى عدم تأدية المعلم بشكله المطلوب، حيث أن عدد الصفوف مزدحم إلى قريب السبورة. فنطلب من فاعلي الخير النظرة لهذه المدرسة، حكم أنها أقدم مدرسة في مدينة سيئون كمدرسة حكومية، نمد يد العون لبادري الخير. مدرسة الشهيد الزبيري تركت بصمات على الواقع، وظلت تعطي وتقدم لأكثر من 6 عقود، إلا أنها في الوقت الراهن أصابها الكبر والوهن، فهل الجهات المعنية تدعها ترحل بصمت بعد أن تآكل كل ما فيها دون النظر إليها؟ فهمي بارماده، قناة سهيل، مدينة سيئون.